داود قايل في مزمور 119 آيتين جمال جدا. مرات عف قدامهم شايف في مزمور 119 آية 67 يقول قبل أن أذلل أنا ضللت. قبل أن أذلل أنا ضللت أما الآن فحفظت قولك. آية 71 يقول لي خير لي أني تذللت. وبعدين يقول لكي أتعلم فرائضك. يا قبل أن أذلل أنا ضللت. أنا بقول لكل واحد بيشوفني الوقت صدقني هعيد تاني وأقول مهما كانت أزمتك مهما كان مرضك الرب هيرفعك جدا. من وقت كنت بتأمل في قصة جوني إيريكسون يا أسيس نزار وأقول جوني إيريكسون البنت اللي عندها 19 سنة سباحة اللي بتركب خيل اللي بتلعب معرفش إيه جمال إيه وصحة إيه وفي يوم بتنط نطة كده غلط حصل لها شلل رباعي. شلل رباعي. طيب وسط الشلل الرباعي ده أبوها وأمها قاعدين أمال يبكوا وأمال يقروا لها الكتاب وأمال يصلوا لغاية لما لمعت قدامها آية احسبوه كل فرح يا إخواتي يعقوب ودي قالت كل فرح منين يجي الفرح لغاية لما جت قدامها آية تانية مزمور 41 الرب يعضده وهو على فراش الضعف. إيه ده؟ وبعدين لا أنكر إن الصلوات وعمل الروح القدس رفعها بدأت تجيب الريشة وتحطها في بقها وترسم بالريشة لغاية لما تعمل لها واحد صديق باباها عمل لها معرض واثنين النهاردة نقول جوني إيريكسون كتبت كام كتاب على ما أظن حاجة واربعين كتاب لها إرساليات في مئات الدول مئات الدول. طلع ده كله منين؟ من قلب الألم من قلب التجربة. مرات أقول نك ده اللي بلا إيدين وبلا رجلين خدمته واصلة لغاية فين؟ عايز أقول لكل واحد تقدر تيجي بضعفك تقدر تيجي بأزمتك وتحط نفسك بين إيدين ربنا صدقني بيتمجد في ضعفنا بيتمجد في ضعفنا.